مازال فيه ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى وهو يعني معارضة هذا النظام أو يعني القانون الأساسي الذي وضعته الوزارة، وهو نسميه قانون استعباد. يعني أضيف للأستاذ مهام كثيرة جدا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بترقية الشواهد العليا، إضافة يعني يعني أستاذ يعني يعني إطار جديد للأسلحة من شهادات يعني الدكتوراه إلى غير ذلك. الملف الآخر وهو يتعلق ب يعني زيادة في الأجور. يعني نلاحظ جميع القطاعات، جميع القطاعات في المغرب كانت هناك زيادة في الأجور باستثناء أساتذة ديال الثانوي التأهيلي على وجه الخصوص. هذه هي بإجمال أهم المطالب ديال الشغيلة التعليمية، خصوصا الثانوي التأهيلي. أتكلم عن الثانوي التأهيلي. أنا كنظن على حسب ما س يعني الاقتراحات اللي غتكون يعدلوا التنسيقية. أنا لست أنا أستاذ يعني لا أنتمي لأي جهة يعني نقابة أو غير ذلك، ولكن إحنا بصفة عامة هناك ثورة ضد النقابات، لأن النقابات نعتبرها خانة الملف المطلبي ديال الأساتذة. جينا إحنا اليوم هنا من أجل النضال، نظرا لأن مخرجات القانون الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة في الأربعاء الفارط لم ينصف السادة الأساتذة وخاصة أساتذة الثانوي التأهيلي. بالإضافة إلى ذلك نفاجأ بأن بعض الأطر خصصت لها تعويضات كالمدراء والنظار والحراس العامون والمفتشون وبعض أطر التخطيط، في حين أغفلت جميع الإطارات بما فيهم أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي وأساتذة الثانوي التأهيلي. هذا الإقصاء جئنا اليوم أمام هذه الوزارة لنقول لا ثم لا لهذا النظام الأساسي المجحف الذي في الحقيقة ما هو إلا تكريس لشتات المدرسة العمومية. إذا نحن هنا جئنا من أجل إنصاف المدرسة العمومية، من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، ومن أجل كذلك إعادة الكرامة والهيبة للأستاذ الذي يهان ويهان في كل مرة. بالمطالب التي نطالب بها، أولا إنصاف الأساتذة بمختلف أسلاكها الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتخصيص تعويضات تحفيزية لهؤلاء لأنهم يشتغلون في ظروف محرجة. هذا من جهة. من جهة أخرى نطالب بأن داخل هذا داخل هذه الوزارة أطر حاملي شهادة الدكتوراه هم الآخرون يتعرضون للإقصاء. قدمت لهم وعود سنة 2012 من أجل الطي النهائي لهذا الملف، لكن إلى حدود هذه اللحظة لا زال الملف لا يبرح مكانه. ولهذا نطالب الوزارة بالتسريع بحل مشكلة الأساتذة حاملي الدكتوراه في أقرب الآجال، ودون يعني السويف، ودون الحديث عن المباراة، لأننا نعرف المباراة يعني ما تخلفه من مآسي نظرا للزبونية والمحسوبية. ولهذا السبب ننادي وننشد السادة المسؤولين كل من موقعه أن يتحمل المسؤولية من أجل النهوض بهذه المدرسة العمومية وإعادة الكرامة لجميع الأساتذة بمختلف أسلاكهم وبمختلف انتماءاتهم. السبب الوقف هنا عدة أسباب، أولها نحن كمتقاعدين ومتقاعدة أطر الإدارة التربوية لم يتم إنصافنا بعد نضال عقدين من الزمن. ضحايا الاتفاق الأول ديال 26/11/2011 باعتبارنا أساتذة ديال الإعدادي والابتدائي، ثم أننا تحملنا مسؤولية ديال الإدارة التربوية في المغرب وأنزلنا جميع الإصلاحات اللي كانت مع الأسف كلها ضد المدرسة العمومية، ومع ذلك وخلال هذا النظام كله تم التنكر لنا بمرسوم خرج عوج من الوزارة وأتى على مصالح وحقوق مشروعة لما يزيد عن 7000 إطار مدير تربوي بما فيهم المديرين ديال التعليم الابتدائي وكذلك التعليم الإعدادي والحراس وحراس ديال التعليم الابتدائي باعتبارهم في الأصل كانوا أساتذة للتعليم الابتدائي ثم الإعدادي، ما استفدوش من اتفاق اللي وقعته الحكومة مع الوزارة وتراجعوا عنه جميعهم، ثم أننا كأطر ديال الإدارة التربوية كذلك لم يتم إنصافنا. هذا من جهة. من جهة أخرى أننا في الحوارات ديالنا وفي الانتظارات ديالنا والمراسلات ديالنا لجميع الهيئات والجهات بما فيهم الوسيط، الوزارة الأولى، وزير التعليم والموارد البشرية،
وكذلك مؤسسة الوسط مازالين النقابات ذات التمثيليه الخمسه ماشي اربعه، الخمسه حنا كنقولوا، لان كاينه نقابه حاضره هنايا مناضله حتى هي، وتم ابلاغها ايضا بملفنا المطلبي المشروع، ولا جواب ولا اهتمام. وكنا كنعلقوا الامال على ان النظام الاساسي اللي جا سيتم التدارك فيه لجميع الاختلالات السابقه، وسيتم انصاف جميع فئات الشغيله التعليميه، الى ان ذلك لا شيء منه. فانتظمنا كذلك في التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 10 تنسيقيات هي اللي حاضره اليوم، وهي اللي داعيه لهذا الاضراب، وهي اللي منظمه، وسنستمر في الساحه، وسيكون هناك تصعيد اكثر اذا لم يتم الانصات والانصاف. احنا هنايا من اجل تلبيه نداء التنسيقيه ديال زنزانه سعود خريجي سلم العاشر، وكذلك زنزانه 10، من اجل ترقيه استثنائيه لجميع اساتذه زنزانه 10 من سنه 1995 الى سنه 2013 لجميع الافواج، ترقيه فوريه بالاضافه الى جبر الضررين المادي والمالي، وكذلك نعبر عن رفضنا للنظام الاساسي الجديد الذي مس بحقوق الاستاذ. نلتئم اليوم احتجاجا على مخرجات مشروع الاساسي، مشروع النظام الاساسي الذي يعني خرج به السيد شكيب بن موسى الاسبوع الماضي على يعني على الحكومه المصادقه عليه، والذي تضمن مجموعه من التراجعات بالنسبه لجميع الهيئات، خاصه هيئه التوجيه والتخطيط التي تم تفتيتها الى اطارين، اطار تم ضمه لهيئه الاداره، واطار اخر هيئه التعليم اللي هو مستشارين في التوجيه، وبالتالي هناك تراجعات على جميع المستويات. نحن كمتدربين لمركز التوجيه والتخطيط بمدخلات اللي هي عاليه جدا هذه السنه، 15 سنه على الاقل اجازه السلم 11، وهي سابقه في تاريخ وزاره التربيه الوطنيه، ولكن مخرجات اللي هي نقصيه، وبالتالي من هذا المنبر نحن نطالب يعني باخراج مرسوم تعديلي ياخذ بعين الاعتبار هذه المدخلات، ونطالب تحديدا التخرج بالدرجه الممتازه، ثم ايضا تخرج باطار مفتش في التوجيه او التخطيط، معادله دبلوم مركز التوجيه دبلوم ماستر، حتى يتسنى لهؤلاء يعني الاساتذه متابعه مسارهم المهني والاكاديمي. ثم ايضا نشدد على وحده الهيئه. لماذا؟ لان تخرج من المركز عندنا مهام اللي هي متكامله، انه نقول ان اورينتاسيون اللي هي بلانيفي وبارفوا ان بلانيفيكاسيون كي اورينتي. ايضا نشدد ايضا ونطالب بتعويضات تتناسب مع المهام الاشرافيه والتاطيريه لهيئه التوجيه والتخطيط بالمغرب.